زين سعد مساكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نناقش كتاب الحب السائل. هذا الكتاب اخترته اللي هو لسيغموند باومان. اخترت هذا الكتاب لأنه من عاصر إحنا مشكلات تتعلق بما يسمى بالحداثة أو المجتمع الحديث أو حتى ما مجتمع ما بعد الحداثة. هذا الكتاب بيحكي عن مشكلات اجتماعية تولدت أو تمخضت عن عصر الحداثة. زي ما بنعرف إنه اللي يتوسع يعني من فرد لمجتمع، بعدين بيحكي على مستوى مدن وعلاقتها ببعضها، وعن شوي بيدخل سياسة. هو شوي فلسفي الكتاب، على كتاب اجتماعي. آخر فصل بيتطرق شوي لموضوع أو تحليل، خلينا نحكي سياسات الدول، تمام؟ أو كيف الدول بتحكم علاقاتها ببعض، أوكي؟ طب أنا بدي أبلش معكم بالسؤال التالي. هلأ لما إحنا بنحكي عن ثورة تكنولوجية وثورة عملت إنجازات فظيعة بعصرنا، تمام؟ بعد ما وصرنا إحنا يعني ما بنقدر نستغني عنها، أوكي؟ ما خضت عنها مشكلات اجتماعية. بس السؤال هو شو المهم نحكي عن هاي المشكلات الاجتماعية، تمام؟ يعني مش إحنا مستهلكين لهاي المنتجات؟ فبيجوا الباحثين بيلاقوا إنه في مشكلات اجتماعية تمخضت، أوكي؟ طيب شو الهدف إنه نحكي عن هاي المشكلات الاجتماعية؟ يعني شو أثرها على مدى بعيد؟ من هون أنا حابة أبلش معكم من النقاش. فمين خطرت على باله فكرة إنه ليش نبحث بهذا الموضوع أساساً، المشكلات الاجتماعية؟ تفضل. أنا بس يعني بلشت الأمور تختلف بسبب التكنولوجيا والتليفونات والفيسبوك وكل الأدوات السوشيال ميديا. حسي إنه في عنصر مش موجود هو البديل له. أنت ممكن تحدث مع واحد حتى يعني لو كان قريب منك، تمام؟ تعرف كل طبعه، بس ممكن ما تفهم إيش البدي، إيش اللحظة الحالية، إيش المقياس بالضبط. أو إيش البديل لهم؟ هو زعلان، هو مبسوط، يكون مبسوط إيش يعني؟ تفهم مثلاً منه شغلة ثانية. هذا كله نحكي على الصعيد العام، تمام؟ بس المفروض مثلاً في علاقات حلوة نتعرف مثلاً على واحد من المسعودي. نتعرف عليه وتعرف كثير شغلات. يقول ديك ساعتين ثلاثة بتحكي معه وبتواصل معه، بس يبغى شخص أصلاً مختلف. يعني كل بتحكي فيه ما كان حقيقي. أوكي. أو في لحظة يعني مجرد إنك ملك مش عارف إيش بيحصل، اعتبار إنه إيش ضعيف. حتى ايه؟ تفضل. ممكن المجتمع اللي هي يعني هو ممكن قياس بالنسبه لنا، سواء كان على مستوى الدوله او على مستوى العائله او على مستوى القبيله، في علاقه الفرد مع الفرد الاخر. طبعا اي سواء كان تطور تكنولوجي او اي تغيير في الحياه كله جانبيه، سواء كان جانب ايجابي او جانب سلبي. تركيز الباحثين على الجانب السلبي اكيد لهم تركيز على الجانب الايجابي، بس يمكن مش شرط. بس التركيز على الجانب السلبي اكيد في اي سواء كان منظومه او علاقه للحد من اللي هي للحد من انتشار السالب او انتشار التاثير السلبي بشكل يؤثر على المجتمع وبالتالي يؤثر على الدوله وبالتالي يؤثر على القبيله. اعتقد هو سلوك صحي 100% وسلوك واجبي. تمام، تفضل زيد. حلو. أول شيء بالنسبة للحداثة، يعني مثلا هي بس موضوع مسهلة بعدين. اليوم بدي أشتري غرض، بدل ما أروح ثلاث مشاوير، أحكي عن الواتساب واشتريت. هلا نفس الشيء بيمر المعطفين، بدل ما الواحد يروح مرة ومرتين وثلاثة ويشوف كيف، أكيد الموضوع سهل كثير صار. يعني ببلش الموضوع على الواتساب، وبعدين لما يبتدي كمان نفس الوقت صار كثير سهل. يعني ممكن كان هذاك يبعث لي صورة، بس لما أنا أبعث الشرط يشتري كان يشتري شيء ثاني.
قوس قزح. اوكي. طيب انت البدينه لانجوج كامل قراتيه مني. لما انا باجي برتب عليك وبقول لك اهلا وسهلا، هذا يعني تكنولوجيا. اوكي تكنولوجيا بالعمل انا ماشي معك، بس تكنولوجيا بالحياه الاجتماعيه بين الاخوان وبين الخوات، اوكي اعمل جروب وامسح عليه، بس مش كل حياتك على الجروب، او مش كل حياتك هي عباره عن تكنولوجيا ماسنجر واتساب ولاين ومش عارف ايه. طيب انا عزمت على عرس من فتره، كانت عرس على الموبايل احترام واحترام. في ناس بردوا بيحكوا هاي اللي نقوط على برد بيصوروا لهم مشتهين فيها. طب وين زمان لما كانوا يقول لك على الفيزا يقول لك تفضل لان هيك وسهلا؟ هاي التكنولوجيا، هاي التكنولوجيا اللي خلتني انا ابعد عن الناس مئات الاميال. طب انا صرت انا احلى لما ما برد على حظ اي واحد من اللي برن علي، بس تحتاني وبشوفك. ليش؟ يقول لي طب انا رنيت عليك بس حكيت من النوم، بعد النوم ما عرفتش اني انا رنيت. صار في فجوه بالعلاقات لانه هذا التكنولوجيا عملت لنا فجوه، لانه انا صرت لما برن عليك وما بشوفك وما ترد علي بروح فوري على الواتساب بدي اشوفك انت اون لاين ولا لا. اوكي انا لا بحكي لك وقت بالضبط بالضبط، او انا بدي اشوفك اخر مره على المسجد. كشفنا يا زلمه، كشفنا لا 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 بس انا شايفين يا زلمه. فالحياه عباره تكنولوجيا عندك الحياه مسرح، الكل بيتفرج بس ما حدا شاعر فيه. بالنهايه احنا الترابط الاسري زمان والترابط الاجتماعي والجيران كل زمان يلف على الحرم كلها نسلم عليها. اليوم بيجيني على ليله الوقفه بيجيني نيكل 20,000 مسلم كل عام وانت بخير، ثاني يوم كانه بسلم عليك بايد كانه بتعشى معك امبارح. طب انا انسان مش شايفك ولا مسج على الواتساب هو عمل عندك مش طبيعي يعني مش طبيعي جدا يعني بصراحه فجاه منه هو في كلام كثير اكيد عند الاخوان. تفضل معكس. انا بدي ابلش من العنوان اكون السائل يعني هلا التحولات اللي صارت من جميع النواحي وعلى رأسها كما في سبيل الابتكار من الناحية الاجتماعية اللي ركزت على
التقاليد والشيء الجديد اللي احنا قاعدين نتعلم ونسعى اليه. يعني انا بذكر في يوم من الايام كنا في مسابقه في نادي وانطرح سؤال مرزاه اللي مع التقاليد يوقف هون واللي مع التغيير يوقف هون. في محل التقاليد انا كنت حامل يعني راجل الجيل القديم لو كنت انا كان واقف انا بوقف بالنص بالضبط على النص على القران شوي معك شوي مع مغزل مغزل كلام. الحقيقه التعبير الطب السائد اول ما قرات العنوان شدني، واول ما بدات اقرا الكتاب بديت اشعر بانه كان في علاقه مسبقه بيني وبين الموضوع بين العنوان وبين الموضوع، لانه في المقدمه تكلم عن ترجم كمثال، جاب مثال عن الاستثمار طويل الاجل والاستثمار السائل. الاستثمار طويل الاجل كل ماله بالحساب، اليوم مصانع تغلق لانها طويله الاجل، لانه يشتري فيها صاحب الاستثمار 10 سنوات عشان يبدا يرجع راس ماله ويبدا يربح. الاستثمار قصير الاجل هو المرغوب اليوم، وهو الجذاب، وهو اللي السائل، هو اللي بيحقق السيوله في اي وقت. اليوم اول شرط في اي استثمار قلب. قلب شو؟ قلب 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 المخاطر. احسب المخاطر بلغه بلغه السيوله. خلي دائما عندك احساس انه تحول هذا الاستثمار الى سيوله انستنتلي او بكره على ابعد تقدير. وين هون نشأت سوق الأسهم مزدهرة؟ ما بدي أطيل الحكي. هلا بما إنه التركيز صار على ما هو سائل، والتركيز صار على فردية الفرد، تعزيز فردية الفرد، وكل ما نراه ونقرأه ونسمعه في تطبيقات في كلمة الذات، الداخل، كلمة الداخلية، الذات صارت مهمة على حساب المجموعة وعلى حساب المجتمع. في عنصر ثالث الحقيقة كمان هذول كومبينيشن ثلاث عناصر، السيولة من الصلابة، والذات مقابل المجموعة، والأمد الطويل مقابل الأمد القصير، الديمومة مقابل اللحظة اللي احنا عايشين فيها. وهذا حول ما هو حول الوعد بالسعادة والمتعة إلى متعة لحظية، والبحث عن المتعة اللحظية والعيش فيها ونسيان بكره، لانه الوعد لبكره في الالتزامات، واحنا بطبيعتنا ما بنحب الالتزامات، فمشينا في طريق مختصر ما في التزامات، سيولتنا معنا، نقدر نحول في اي وقت، نقدر ندخل في علاقه ونطلع منها في اي وقت، ندخل في تجاره ونطلع منها في اي وقت، عصر السرعه. فما بدي اطول اكثر من هيك، لانه هذا فقط المدخل تبع الكتاب الحقيقي. عصر السيوله الاجتماعيه كل انواع السيوله الموجوده اليوم، انما فينا مكاسب صحيح وهي سيوله الاستهلاك، انما ما فقدناه حسب وجهه نظر الكاتب ما فقدناه كمان كبير جدا واثمن من هذه السيوله اذا تعمقنا فيها. هو يمكن انطلقت انا من الموضوع ان التغيير ايجابي نوعا ما اللي صار وكثير سهل لنا امور بحياتنا. هاي السهوله كما زي ما بحكي الكاتب، السهولة هاي برضو طرقت على العلاقات، يمكن زي ما حكى زيد انه صار اسهل انه في طرق انه اعرف ناس، بس وين الخلل اللي صار؟ يمكن الخلل اللي صار انه العلاقات تحديدا بدها بناء، بدها صبر، فصفى انه بالعلاقات دخلنا السرعة، فصفى انه قيمة العلاقة نفسها جوهرها بالصبر بالديمومة، فيمكن هون صار في نوع من الاختلال. ف تفضل. اول شغله يعني انا من وجهه نظري الموضوع انه هل هذا التغيير ايجابي او سلبي؟ مش هون هو السؤال الرئيسي. الايجابي اللي لازم نطبقه مهما كان السؤال، انه هذا التغيير حقيقي، التغيير جاي الدنيا هيك رايحه والدنيا هيك يعني متغيره. بما انه حكينا عن الجيل القديم، الجيل القديم مش بتذكر في بدايه التسعينات لما طلع ساتلايت، فالناس صارت تنظر للي بجيب صحن ضاقط يومها بنظره معينه، انه ابصر شو جاي بالصحن، صح؟ بعديها بسنتين تعبت كل البلد صار عن الساتلايت. اليوم حتى
نفس الشيء بس بلشوا الانترنت. الناس صارت تفكر انه جابوا الانترنت جابوا غايات معينه، واليوم صار كل احنا عرفنا بعض الانترنت كله. فبالتالي موضوع الحديث من الجديد والقادم هو حتمية، خلاص لازم نتعامل معه بواقع، يعني الواقع هو جاي جاي. هلا الفكره كيف تتعامل معه، كيف تتعامل مع ما تراه من ظواهر سلبيه ومش من ظواهر سلبيه. اي نعم الاسره نوعا ما يعني ماعت صيغه التلاحم اللي كانت بيناتهم صارت سائله، لكن بالمقابل هو قرب منك مجتمعات كانت بعيد جدا عنك، واتاح لك فرصه انك تقدم نفسك لمجتمعات لا تعرفها، واتاح لك الفرصه للعالميه اللي هي فلسفه اوت النظر. يعني الفكره هي كلها توعى انه اصبح العالم كله قريب من بعضه وبعيد عن بعضه. موضوع العلاقات الاسريه والترابط الاسري يعني هو التطور التاريخي الطبيعي رح يخلي هاي العلاقات ضعف هيك. كانت العلاقات ضعف شوي شوي، مثلا في لحظتنا الاخ والاخ يصيروا عواجيز، هلا صاروا هم شباب شوي تبعهم، مضبوط، لكن هاي جاي جاي كانت. بالنسبة لموضوع الاستثمار طويل الأمد وقصير الأمد، في الستينات والسبعينات كانت تقدر عمر الشركة اللي أنت تفتحها اليوم عمرها كله لحد ما تنتهي لواحد وستين عام. اليوم تقدر بستاعش أو سبعتاعش سنة بس. الفكرة الجديدة تقدر فقط بخمس سنوات، العالم صار أسرع والمطلوبات صارت أكثر. فبالتالي القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والاستفادة منها واحتواء ما قد نظنه آثار سلبية، مش بالضرورة آثار سلبية، هي تحديات بس. ما هو صار الان حاجه حقيقيه، احنا مشكلتنا معه او احنا بنسميه خلل، وانه لحد الان صرنا مستضمنين بفكر كيف نتعامل معه. هاي فكره هون، وهي يعني مخزون العادات والتقاليد اللي عندنا وخوفنا من التغيير. الانسان بخاف من شيء مش شايفه طبيعي، فبالتالي هو خلص خايف من التغيير، خايف من القادم، ومخليه مثلا بتحسس من مواجهه هذا الخطر. بالنسبه لموضوع العلاقات العاطفيه والبرود اللي اصابها بسبب مثلا موضوع انه واحد بيحب على الواتساب وواحد بيحب على الفيسبوك ولا غيره، طب انت بتحب على الواتساب ولا الفيسبوك بس اخرتك تشوف الطرف الاخر، هي نقطه هيك هيك، يعني مش لن تبقى العلاقه ابدا هيك على الواتساب او الفيسبوك. بالتالي كونه على الاقل كسر حاجز التعارف اللي كان مثلا حاجز نوعا ما كبير سابقا، هي بحد ذاته برضه تقدم. يعني التقدم هون صار، والاثر السلبي او الاثر الجانبي حتى مش اثر كثير عميق يعني. فانا برايي نتعامل مع هذا التغيير، ويعني رومانسية العلاقات والزمن أيام زمان وخبز الطابون هيك، يعني خليها عجلة خلاص العالم رايحة تمام. اللي حكاه محمد يمكن بيقودنا لمحور جديد بعدين، هلا رح اخذ مداخلتك. خليني احكي لكم، يعني اسألكم هذا السؤال عشان تاخذوه بالاعتبار. تفضلوا، اهلا وسهلا. اللي هو موضوع التواصل الإلكتروني، فمثلا محمد بطرح فكرة إنه طيب ليش لا، يعني التواصل الإلكتروني بسرع الأمور وإله إيجابياته. هلأ الكاتب كانت وجهة نظره إنه التواصل الإلكتروني بإنه بيخدمك بموضوع التواصل هو بضرك بنفس الوقت. كيف؟ يعني هو بيفتح لك مجال إنك أنت تتواصل، بس أنت عم تتواصل من خلال شخصية مبتكرة أو مفتعلة، أو أنت شخصية أنت بتحب تكونها. فبالحياة الواقعية أنت بتعجز عن هاي التواصل الحقيقي اللي هو له متطلباته وله وجع رأسه صراحة. فأنت بتبعد عن الاختبار الحقيقي بالتواصل وأنت بتبدله بتواصل إلكتروني. فشو رأيكم بهاي بهذا، خلينا نحكي الفصام اللي بيصير أو اللي عبر عنه الكاتب الازدواجية. يعني المشكلة اللي بيحاول التواصل الإلكتروني يحلها هو بفاقمها. أوكي تفضل. أحيانا بدل ما يحل المشاكل أو يقربها بزيد. فمش دائما هو اختصر الأمور، أحيانا يعني بخليك تعيش في قاعة التعارف، أنت تفكر أنك بتعرف هذا الشخص بس أنت لا بتعرفه، ولا أصلا هذا البرنامج مخصص للتعارف أصلا. يعني بالنسبة لموضوع الحب السائل، أحيانا تشوف الواحد ينعكس عليه، كلمة السائل يعني هاي بعد أستاذ ممتاز حكى يعني أنا. أنا كثير وقفت معي كثير في السائل والسيلان والسيولة. هو له ثلاث كتب، الحداثة السائلة، الحياة السائلة، والحب السائل. وفكرت هذا المؤلف عربي ولا مش عربي، بل كان يسمع أم كلثوم. كان يجي بالذاكرة تبع كثير إنه إحنا ظالمين الحب والحب إيه، ويعني يلي ظالم في الحب وشو الحب وشو تفسيرات الحب واللوعة والكذا. تحس الكاتب كاتب الكتاب بنبرة الحنين، الحنين يعني هو بحن بس عكس الموضوع من الفردية والسعر حتى يعني ما حلق النظرة على موضوع الأشخاص والجماعات والدول. برأيي كمان الكاتب كان عنده نزعة زي كل الوصف إنه هو يعني برأي شاف الحداثة هاي أو السيولة بالحب هاي صارت لا ممكن، لأنه إحنا أعمال السوشيال ميديا
تعمق اللا انتماء شخصيه اللا انتماء كولا موزر. الكاتب كثير يعني مستشهد بمسرحيات افلام روايات مواقف يعني بستفيد تخليك انت توقف عند كل هذا الموقف وهذا الموقف. موضوع السيوله والصلابه والكذا والحاله اللي بتعتري الحب وكيف بلش، وهل هو فعلا الحب جماد ولا بتبخر ولا بيرجع ولا بيختفي ولا بضل ماشي ولا هو لا، يعني موضوع السيوله كثير بده تركيز. وفي موضوع ثاني انه كمان بحط لنا امام المقارنه اللي هي لو احنا خسرنا كل هاي المكاسب باسم الحداثه راح نقدر نرجع للماضي اللي صار معنا زي هيك زي ما صار مثلا في ايام الربيع العربي لما كان يتوقف النت لعشر ايام او ينقطع الكابل البحري صحيح بتعرفش بس كان ينقطع، او لما مثلا يصير اي شيء يوقف تويتر او يوتيوب فهذا وقف بترجع في حالك. وفي واحد اسمه كارلس فويكس الف كتاب اسمه الكرسي الاسف كتب في روايه بتكون كاتب فيها كيف انه المكسيك نوعا ما بصير عندها مشكله مع الولايات المتحده، فالولايات المتحده تمنع عنها النت فبرجع كل الدولة لنظام التخاطب بالبرقيات أو الرسائل. فالخطاب المكتوب اللي بيجيك برقيا مش زي الاجتماعات ولا زي الأشياء اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. يعني الحب السائد عن جد الكتاب يعني هيك تحسه أنت فاهمه وعايشه وبصير معك ومتوقع، ومرات ممكن تكون جزء من الأحداث هاي بتصير معك بس للحظة ما وقفت قدام تساؤل إني أنا وين؟ هل أنا في مرحلة الصلابة؟ هل أنا في مرحلة السيولة؟ هل أنا فاهم شو هذا بيصير معي؟ هل أنا ردة فعلي على السوشيال ميديا أو أنا مقصدي من الإدمان على النت أو أنا أو طريقة استعمالي أنا أو إخواني أو مجتمعي الآن هي زي ما أنا كنت مخطط أو زي ما كنت جاي؟ يعني زي ما كنت حاط بالي؟ يعني تساؤلات. تفضل رامي. لقيته عبارة عن كومبينيشن بين شغلتين وما حمسني بالتالي على قراءة الكتاب كثير أنا شخصيا. الموضوع الأول إنه هو رايح على The Art of Loving في كتاب مهند والقصة الثانية حسيته تبع اسأل الله على أيام زمان. هلأ اسأل الله على أيام زمان وسؤالك الأول كان ليه إحنا مهتمين بدراسة المجتمعات لما كنا نصيب المجتمع يعني بلش يتعود على حاله بالصيد، بعدين اجى موضوع الزراعه، موضوع الزراعه لما اجى شكل عامل جديد على المجتمعات وبالتالي بدها هلا تعرف المجتمعات كيف بدها ترتب امورها بهالقصه الجديده هاي. فاي شيء جديد عم ينفتح على المجتمع هو من الطبيعي بيسبب شويه بلبله على بال ما المجتمعات تستقر عليه. السوشيال ميديا زيها زي الزراعه. انا ايش ازرع وكيف ازرع؟ اليوم في زراعة طبيعية وزراعة هرمونات. أوكي. وإيش أزرع؟ هل أزرع أشياء أكل ولا أزرع أشياء للكيف؟ أوكي. وبالتالي السوشيال ميديا هي نفسها. فأنا اللي أزعجني من الكتاب موضوع إنه صار الموضوع ماعت بالنسبة له إنه الموضوع مات ولا واسأل الله على أيام زمان ما كانت الشغلات صلبة. لا شك إنه أي مدخل وانا موافق معك التغيير شيء ثابت هو الثابت الوحيد هو التغيير. فاذا اي مدخل بده يفوت بنضلنا نقول اسال الله على ايام زمان لانه ابوي كان يقول علينا احنا جيل فاسق وضايع وحالتنا حاله. اوكي احنا عم بنقول على الاجيال الجديده شو المسخره اللي بسووها. احنا كل جديد عم نطلع عليه بتدفين قاعدين وبنتفه والادوات اللي موجوده مع انها اختراعات رائعه عم بنتفه بس لاجل انه احنا عم نطلع على الجزء السلبي من الموضوع مع انه في جوانب ايجابيه كثيره ممكن نستعملها ولولاها فعلا ما كناش قابلنا بعض. لولاها ما كانش في كثير شغلات صارت. هلا انا عم نعمل اللي وزعناه عم بننظم عمليه الايفنت عن طريق ابلكيشن كثير اسهلنا من نحط ورقه ووقع البصمه اللي على الشركات عم بتسهل كثير امور الدوام. يعني في امور انا مش موافق مع الكاتب على النظره السوداويه لموضوع التغيير. فهل سؤالي هل اللي بده اياه انه تضل الامور على ما هي عليه؟ رامي يمكن بيفتح علينا محور فينا نرجع للسؤال الاول، ايش فائده دراسه هذا الموضوع على
أو هاي الثورة اللي صارت تكنولوجية على المجتمعات، يعني فعلا أنه طورت كتير، بس يمكن الكاتب أخذ جزئية العلاقات تحديدا. برجع وبسألكم، تفكك العلاقات شو يعني، هو بيك ديل أدرسه بالمجتمع ولا خلاص بدبروا حالهم، ولا شو ممكن يعمل على 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 مدى مستقبلي؟ فيعني هو يمكن تكنولوجيا طورت من ناحية تنظيمية من ناحية الحياة، بس كدراسة العلاقات وهاي النسب اللي هو ذكر الكاتب إنه نسب اللي بيراجعوا الأطباء النفسيين كتير زادت، في مثلا مظاهر من تشتت العلاقات، أو خلينا نحكي ما بعرف، في ناس سموها تطور العلاقات، في ناس سموها تشرذم، إنه صار في زواج تبادل الأزواج مثلا، حكى عنها بالكتاب. فهاي المظاهر كلها، طيب لوين هل مهم أدرسها وأعرف لوين المجتمع بيروح، بالتالي شو ممكن تعمل على مستوى مجتمع وعلى مستوى مجتمعات عالمية؟ معتز تفضل. وهي محاولة لفهم الواقع بالدرجة الأولى قبل انتقاده وقبل إخراج السلبيات منه وقبل موافقته أو رفضه وقبل 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 فهم الواقع. الحقيقة الكتاب كتير بيعطينا صورة واضحة عن الواقع، وبقولنا هذا اللي عم يحصل معنا ولا عديد أجيال، ما عم يحكي مع جيل واحد وعم يقابل صحيح جيل القرن 21، إنما الجيل اللي كان قبل موجود كمان بيقدر يستوعب الصورة هذه. هلا اللي يعني أنا باخذها من زاوية كيف هذا الواقع، واقع التحول، واقع الحداثة اللي استند ركائزه كانت، ركائزه كانت التغيير بالتركيز على الفرد المؤقت مقابل الدائم من الأشياء اللي حكيت، كيف أثر على سلوك البشر بالدرجة الأولى، أثر على سلوك البشر. هلا أنا شفت زاوية مهمة بالتأثير على سلوك اسمه الزواج والأسرة. اليوم هذا حسب رأي الكتاب هذا بيقول اليوم من أراد الارتباط، التعريف مش العلاقة، من أراد الارتباط، الارتباط مقابل العلاقة أو الشبكة أو يقف أمام الفكرة، أمام القرار، وفي ذهنه أول شيء، أول مخاطرة في ذهنه كيف أنا ممكن أخرج من هذا الارتباط، أول فكرة في ذهنه، أول هاجس، شو السبب، ليش بسأل حاله هذا السؤال، يمكن التجربة ما تنجح، يمكن 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 يحط نفسه العقبات لقدام عشان يسأل نفسه هذا السؤال، وفي الآخر يوقف محتار مش عارف كيف بده يجاوب. فصار سلوكنا احنا كبشر تجاه هذا الموضوع، تجاه الزواج والأسرة، أصبح واضح إنه احنا بنسأل حالنا أسئلة إلها صلة في الأمد الطويل اللي بمعطيات الحداثة بلشنا نرفضه، بلشنا نرفض الالتزام الطويل، الاستثمار الطويل. ولما بيفكر الإنسان المقدم على هاي الخطوة الارتباط والزواج في الأمد الطويل بيعمل هيك لورا وبيجرى عجلة، ماليش مصلحة عندي بدائل، وزمان عنده سبب يدخل في هاي البدائل، سيدخل في هاي البدائل، البدائل السائلة. أنا بصراحة ما قدرت أشوف أو أنكر وجود هاي المشكلة، هاي المشكلة موجودة أمام الجيل، وبالتالي عندنا عناوين طويلة عريضة، العزوف عن الزواج ليش؟ نسب الطلاق العالية ليش؟ أي من النتائج اللي حصلت في سلوك البشر في مجتمعنا المناسب، وبحكي عن مجتمعات متقدمة أكثر منا، بس إحنا في الطريق، بقينا في هذا الطريق بدرجة ما. هلا هاي المجتمعات إحنا مش مواكبينهم بالإنتاجية وعندنا مشاكل مجتمعية، يعني إحنا لسه أعوص مشكلة. أيوه، هو مجتمع الاستغلال قارنه بمجتمع الإنتاج، قارن بيناتهم ممكن يكون أثرها على المجتمعات، يعني التفكك أوكي
طيب وصار تفكك، صارت مشكلات معنوية على مستوى بعيد. الفرق ينحصر بالمقارنة بين الاستهلاك والإنتاج. لن يعود هناك إنتاج بأي شكل من الأشكال. الحياة يعززها الاستهلاك، يغذيها الاستهلاك، وتعيش على الاستهلاك، ولا يوجد فيها الاستهلاك. سيمنع عدم الإنسان المنتج. هاي فلسفة استيعابها بيحتاج لها أهضم أنا الفكرة أولا عشان أستوعب هاي الفكرة. الإنسان المنتج حسب هذا المنهج وهذا الكتاب بدو يجي يوم لن تجده على سطح الأرض. هيك عم بيقول. ناخذ محمد بعدين رامي. بس في نقطة مستعزيزة لفكرة رامي. البندورة اكتشفت في أمريكا بالمناسبة، ضلوا أكثر من 200 سنة ما يكلوا، كانوا يحطوها هيك يزينوا فيها مفكرينها نبتة سامة. واليوم في كل الاكلات موجوده البندوره. بس هاي تعزيز لفكره انه احنا عندنا مشكله مع الجديد. هلا في تعظيم صراحه، انا شايف في مبالغه في قيمه العلاقه. يعني في الاخر قصه الحب لو عزلنا عنها الجانب الشاعري والرومانسي هي مجرد كهرباء في الدماغ مش اكثر من هيك. يعني الاخر ليش انت يعني اذا استطعنا ان نعي هاي الحقيقه، اذا استطعنا ان نتعامل مع هاي الحقيقه، ممكن العلاقات السائله ان تعطي نفس مفهوم العلاقات الصبر في حاله قبول، مش بالضروره يكون مثلا حبيتك مش عارف غير. يعني مش ضروري هذا النموذج التحليلي تبع او نظره العيون او غيره. انت تقدمت من مرحله الى مرحله، تعرفت على فتاه على باب المدرسه او تعرفت على فتاه على الفيسبوك، نفس الشيء لكن تعرفتهم. الفكره كيف تتعامل هون؟ هل هناك صوره وهميه؟ كانت الصوره الوهميه موجوده في السابق برضه، يعني هل التمثيل كان التمثيل برضه موجود في السابق؟ بالمناسبه السوشيال ميديا خلت الناس يمكن نوعا ما شبكت العلاقات الانسانيه اكثر، بما يكفي انه الانسان صار عنده خبره كافيه يقدر يقرا الشخصيه امامه بشكل افضل من زمان، ويتعرف على نماذج اكثر ويجد نفسه اكثر في اماكن مختلفه. هاي فكره، هاي الحقيقه، مش بالضروره علاقه سائل تكون علاقه سلبيه، ومش بالضروره اختلاف النتيجه المطلوبه من العلاقه تكون يعني يكون بحد ذاته هو المشكله، لانه في الاخر هاي النتيجه بحددها عوامل اخرى، مش بس كيف بدات هذه العلاقه. حددها هو طبيعة المشكلة وطبيعة الشخصية. طبيعة الشخصية كثير مهمة كمان هاي، ومش غريبة عن تاريخنا بالمناسبة. الشكل السائل من العلاقات، إن صح التعبير، مش غريب عن تاريخنا، برضه كان موجود لكن بشكل مختلف وفي طبقات اجتماعية مختلفة. اتفضل. لو بدنا نيجي ندرس العلاقات ونحط عيننا عليها، بنطلع على تاريخ الحضارات، كل ما زاد الترف كل ما تفككت العلاقات، وهذا عبر التاريخ. شفنا الإغريق، شفنا الرومان، شفنا كل الحضارات هاي اللي تطورت، صار في تفسخ بالعلاقات فيها لأجل موضوع صار الطرف ياخذ بالانس زيادة. إذا بدنا نيجي نقول زي ما قال الذين هبطوا إلى السماء ونقرأ الكهوف، إنه في ناس قبلينا سكنوا وقالوا لنا بالكهوف احذروا النار والحديد، وانهم هم عاملين هليكوبترات وطيارات وكذا من قبل وتدمروا، فبدنا نيجي نقول ديروا بالكم من الترف، انه ما ياخدش كتير عقلكم، ولا وابنوا علاقات بشكل بغض النظر عن الوسائل عم تبنوا فيها. ما بدناش نيجي نحط الوسائل اللي هي السبب. اذا في اشي بده يكون في سبب في التفكك فهو اعطاء وزن زايد للترف والتسلايم. اوكي، وهذا شفناه بالحضارات ولا بديش اعيدها، والاندلس النقطه الثانيه نسيتها بصراحه. بس اذا 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 بدي اطلع على موضوع العلاقات، نقطه العمر، العزوف عن الزواج، اذا لاحظنا كل تاريخ البشريه فهو بنلاحظ في ترند من بدايه الخليقه لحديت اليوم الزواج بتصاعد. الامور عم تتطور قاعدة، بس هي بالتصاعد. من عمر 8 سنين و9 سنين كانوا يتزوجوا ما قبل التاريخ، اوكي، لحديت ما وصلنا ل 13 و14 كانوا يتزوجوا، لحديت ما وصلنا لليوم انهم يتزوجوا على ال 30 40. فهذا التطور ما كانش في انترنت لما زدنا من 8 ل 14، ما كانش في انترنت لما زدنا من 14 ل 18، ما كانتش موجوده، وما كانتش موجود الانترنت لما وصلوا يتزوجوا لل 30، ما كان في انترنت. اوكي؟ فوصلنا لموضوع العزوف على الزواج قبل موضوع السوشيال ميديا. فالموضوع بوافق انه في بدائل، بوافق على موضوع الترف والديسلايك، وانه موضوع الزواج انحط بمخنا انه هي عباره عن مسؤوليه كبيره، ومين بده منا بصراحه مسؤوليه كبيره؟ ما حدش بده.
الكاتب وصف هذا النوع من العلاقات سماها علاقات الجيب العلوي. شو يعني؟ انه في بالضبط هيك، في دائما احتياط في علاقه بتشبع لي رغبه. هو يعني وصف الموضوع انه صفى، احنا شعب عندنا نزعه استهلاكيه، فصارت نزعتنا لاشباع الرغبه مقابل الحب اللي بيتطلب مسؤوليه وارتباط والى اخره. فصفت علاقات الجيب العلوي دائما في احتياط، فدائما بحقق مصلحتي بعدين انه طيب ليه انا احصر صف الموضوع؟ مش احنا دائما الخيارات عندنا مفتوحه؟ وصار بشوف كل يوم على الاعلام دعايات والمراه المثاليه والرجل المثالي، فانا صرت اعرف انه مثلا في عندي خيارات، ليه احصر حالي بهذا الخيار؟ فعلاقات الجيب العلوي اني اتنقل من خيار لخيار اشباعا للرغبه. الكاتب وصف هذا الموضوع بتكراره بصفي الواحد عنده عدم قدره على الحب. يعني هو انه يامل انه من بهذا التنقل انه يلاقي الحب او يشبع رغبته، وبشكل هذا الموضوع مشكلات نفسيه. تفضل. هاي أيوة وطن بلوتها؟ بتلاقي الطابق الثاني مثلا زوج يعني صفات مثلا احلى، او بتلاقي الطابق الرابع بتلاقي زوج مثلا عنده ثراء، الطابق الخامس بيكون يعني تفتح الباب تقع زي مسابقات الحصن تبعت بالضبط تفتح الباب تطلع العفريت على الضيف. ضل هذه تتامل انه لا طب ما هو في طابق فوق بلكي بدها الاحسن. هاي الفكره موجوده عند الشخصين اللي ذكر عند المنتج، حتى المتزوج او حتى السعيد في حياته يقول لك مش غلط، خلينا نجرب كل كلام احسن مش غلط اسبيب يلا خلينا نشوف شو خسرني، هو بنجرب نشوف يمكن يعني حتى في اللاوعي يمكن موجوده هي، يمكن هاي مستمده من زمن الشهرزاد وشهريار والجواري والزلمه بيعجبوش شيء قصص هاي اللي يعني، او انه الزلمه بيحق له، او الست بدها يعني لاقي حدا يسعدها وغلبيه بالمال وغلبيه بالعيال. فالفكره هون انه بدي ارجع احكي موضوع الحب السائل، السوائل كثير وحكى حب السائل، السوائل كثير بس السوائل على فكره بتميز بالكثافه. يعني هلا شو حاجتك من هذا السائل؟ الميه يمكن للكبير مش زي للطفل، الطفل بده حليب، الحليب سائل. البشره بدها زيت ما بدهاش والله صلصه، صلصه سائله. الفكره هون انه انت شو بدك من هذا السائل، او انت كيف شايف السائل، شو دورك انت داخل هذا السائل؟ السائل ممكن يكون المجتمع كله سائل، او احنا جزء من هذا النهر او من هذا الخليط المتكرر. بس هل انا اليوم عمالي متصالح مع فكره انه انا بدي استفيد من هذه الحداثه او اوعاها او افهمها، او انه اعرف انه افهم كيف سلوك ابني او صديقي او اخوي او الشخص اللي قبالي في هذا المجتمع، كيف افكر بطريقته انه هلا اليوم هو زي ما حكى رامي انه ما عماله بتقبل فكره انه يتزوج قبل ما يستمتع في الحياه، وقبل ما يجرب، وقبل ما يسافر، وقبل ما يكمل ماستر، او قبل ما يعمل، او ما او قبل ما يتعلم سياره او سوق السيارة، او انه مثلا اليوم الصبيه اليوم بدها كمان تعرف شو يعني قلعه طشه كذا، مش لازم تكون في زلمه قايدها وخذها على الاماكن زي ما في مكتب تحكي كمان مره ثانيه، انه اذا بدك واحد بيت وبيت وكذا، طب انت شوي لك بداره انك تعال جنب بدها مهر وبدها سياره وبدها بيت، صبي لهم تعال جنب. فاليوم هلا انت كيف بهذا طبيعه العلاقات؟ العلاقات عماله تتعرض لهزه عنيفه. وانا بحكي عن حالي، عن حالي انا يعني بحس حالي بخسر ناس وبكسب ناس هيك زي ساعة النت، بعرفش كيف، مرات بتعزل مرات توقف ومش فاهم ليش، يعني مش انه انا متواصل او مش متواصلين، الحياه سريعه، اهتماماتهم، سفرهم، تغيرها، دراستهم، الحياه بتتغير بسرعه، ما فيش تحديد الواتساب بتخسره، بس كنتش بتسيبه على رقم ثاني، مش عارف ليش. بتروح على دوله مش سامحه بالتليجرام بتخسره، ما بعرفش كيف. هلا واحده من واحدة من خلينا نحكي صفات العصر السائل انه قيمة الانسان شو هي، يمكن هذا هو السؤال الاهم بالكتاب، انه هل بالعصر السائل الانسان صار شيء؟ ما هاي هي، صار له مواصفات وصار يستبدل زيه زي اي شيء بستهلكه
وحكى كثير عن موضوع سوري النفايات البشريه انه ببدله، واحنا بعصر استهلاكي يعني تبديل، يعني انا مثلا اليوم بستخدم شيء ثاني يومين بصير نفايات. فهذا الموضوع المشكله بلاوعينا عم بتبرمج، هاي هي بالكتاب قال المشكله الاساسيه لما يتحول موضوع العلاقات اللي هي سمه من سماتها الانتاج والتكاثر. حتى ممكن نحكي عن موضوع التكاثر، كيف تحول مفهوم الزواج. كان زمان انه واحدة من تعريفات الحب على فكرة اللي هي الانتاج والتكاثر، كيف يعني انه انا اشوف فلسفيا انه انا اشوف حدا بيكملني بالتالي انا بدي اطلع منه صورة، بالتالي بصير انتاج والتكاثر بين الناس. فهلأ صار الطفل ممكن تنقيه على كتالوج او تتبنى او، فهون شو قيمة الانسان؟ هذا سؤال. تفضل رامي. كثير رح يبين من حكي اني انا راصد اكثر. بس الحقيقة خليني اقول عم بنقض ومش عم بنقض. لانه الطريقة اللي بتطلع فيها على الماضي هو رايح لماضي بفترة معينة بس محددة، مش رايح لماضي قديم. يعني بالعربي بيقول اذا بدك تحيره خيره، صح؟ وجود البدائل. 100% الانسان دائما يسعى للتوازن والاستقرار، يعني بضمن كل اللي بنعيشه الانسان بطبيعته يسعى ويبحث عن الاستقرار، انه يهدأ. اوكي. وبالتالي هذا البحث بوجود البدائل المتعددة بده يعرف بعقله انه لما استقر استقر على افضل الاشياء الممكن. فانا مش معه كثير، انا مع موضوع الترف بودي لعائلنا يتسلى كثير، بس مش معه على انه قصة الجيب العلوي وخلص لايش استقر. لا، الانسان يبحث على الاستقرار، وما بيقدر الكتاب فلسفيا او نفسيا يجي يقول انه لا، يرفض هاي الفكرة. بالمجتمعات هلا بدنا نيجي للمجتمعات الكتير قديمة واللي كانت قروية ونشوف موضوع الزواج عنه. موضوع الزواج كان موضوع كتير سهل، الزواج والانفصال موضوع كتير كتير سهل، اسهل من ايام الانصاف القرن الماضي والقرن ال 18 اللي سكروا عليه بالمفتاح بالقرن ال 18 قصة الانفصال، لانه كان زمان بقدر اتزوج وعندي كامل حرية اني اتزوج، وبالمجتمع نفسه قابل انه يتطلع علي اذا بدي انفصل ما زبطت وانقي لي زوج اخر للطرفين. اوكي. وعملية التكاثر ما احلاها، كانت من الجهتين، يعني هدول عملوا عيلة تكاثروا قاموا انفصلوا قاموا عملوا كمان عيلتين، والمجتمع كان قابل هاي الفكرة. وبالتالي البدائل اللي كانت موجودة اوريدي بالمجتمع القروي، ويتطلع دائما على الافضل، اوكي، لانه الكل بيعرف بعض، والعملية سهلة جدا. اللي عم بلاقيه بوضعنا الحاضر غربا وشرقا عم بحطوا وزن كتير زيادة على موضوع الارتباط لدرجة انه ممنوع الانفصال. بصيرش تنفصل، وهذه قصة ممنوع تنفصل هي اللي حطت المفتاح، وهي حطت وزن زيادة على قصة دير بالك، انتبه على ايش البدائل اللي قدامك، ودور منيح قبل ما تنقي، لانه قرار مصيري. اوكي. ولازم تكون دارسه. هاي كل الافكار هاي بتخلي الواحد يتأنى بالخيار لحديد ما يوصل لا بالنسبة له المعنى، واذا وصل ممكن يكتشف اوبس لا في كمان احسن لسه. اوكي. شو بيعمل بهالحالة؟ وبالتالي الماضي اللي بتطلع عليه هو ماضي جامد جدا لدرجة انه بخنق ومش قادر يتحرك، ولحديت هلا احنا عايشينه مع التكنولوجيا كلياتها. العصور اللي ما قبل التكنولوجيا اللي كانت قروية قائمة على الزراعة فقط هي المجتمعات اللي كانت فاهمة شو معنات مجتمع وتعاملت معه بديناميكية عظيمة. ما بعرف اذا عمرنا رح نرجع له. تمام. كسؤال، حسيت انه الكتاب بيدعو انه نرجع للماضي ولا بيوصف التطور اللي صار بين الماضي والحاضر؟ يعني اذا كان بدعو للماضي فهو وصل لحل، فكان الانتقادات على الكتاب انه ما قدم حل، هو وصف المشكله. تفضلوا. يعني احيانا بس تشاور على المشكله في الدين. فكسؤال بيطرحه عليكم، هل حسيتوا انه الماضي كحل ولا هو بيوصف التطور اللي صار بين الماء او بيقارن او ما بعرف شو؟ محمد. هو بيحل الماضي، هي شغله، هو فعلا عنده مشكله مع الحاضر. في مثال كثير بسيط وكل
كلياتنا تابعناه يمكن بالشهرين الماضيين قصة كريم وأوبر والقضايا اللي صارت عليهم والنساء. هلا القضايا اللي صارت عليهم لأنه مو إشي جديد. الفكرة إنه بعض المثقفين والأحزاب اللي عنا صاروا يدافعوا عن التاكسي الأصفر. راح يتجوز بنت ثريه جدا زيه علشان المصالح. هاي الدنيا بتروح هيك.
قصة عنتر هي بهي السؤال. أنا طرحت السؤال بس يعني بس مشان أودي للفكرة. شوف كان الإنسان يستميت في سبيل الإنسان اللي يحبها، وكانت تستميت في سبيل الإنسان اللي تحبه. ابحث اليوم عن هذه الحالة لا تجدها، لا تجدها. يا جماعة شو اللي حصل؟ يعني أنا علي أن أقبل في الواقع كما هو دون حساب. الجلسة الماضية كنا عملت على شيء اسمه تحليل النقطة الحرجة. المهندسين في السفينة وفي الطيارة وفي الباخرة وفي وين ما بدك بيحسبوا عشان يوصل صح، بيحسب 0.0000 كسور عشان يوصل مظبوط. من باب أولى أنا في مصير البشرية، في مصير الأمة، في مصير الأسرة، اليوم أقعد أحسب قبل ما أتبنى الفكرة وأتبنى أسلوب المعيشة. هذا سلوكي لازم أنا أسيطر عليه، وأسيطر عليه بوعي، أسيطر عليه بوعي وأسيطر عليه بالمعرفة. أنا اللي بيقول لي إنه والله الكتاب هذا لم يضف لي من المعرفة شيء، والله والله أنا متأسف، هذا أضف لي من المعرفة أشياء، أضف لي فعلا من المعرفة أشياء أنا كنت غافل عنها، يمكن أعرفها سلفا بس مش عارف أترجمها وأحكيها، أضف لي من المعرفة الكثير. هلا سمة محمد ما بدنا نسير نقاش ثنائي، خلينا ننظم الحوار. هلا هلا بيجي دورك، معلش معلش معلش. هلا هلا برجع لك، تفضل رامي ترافع انت قبل. شباب يوم بس تنفر يلا بسرعة الزواج، يعني ما بعرف الشباب
هو بينفر المسؤولية خاصة شباب الأحداث اللي نعيش بعد التطورات. لا، الحقيقة في قلب المعادة أنا أعتقد أن هناك شيء آخر. كل هذا التوتر اللي يحاول يكون موضوع الرجل وعايش فيه لا يزال رجل هو أزمة صدرها لنفسه والبطل هذا الآن كل الكرة الحقيقة أن الزواج مؤسسة للكارير لا يزال ضمن منطق المصلحة التاريخية وضمن منطق ترتيبية العلاقات والأدوار الجندرية التقليدية لسه الصورة العامة لهذا الزواج لا تزال في كل الثقافات الاجتماعية رغم التقدم والتباينات اللي صارت لا تزال هي العنصر المغلوب في هذه العلاقات المسيطر عليه كبرى. عشان هيك هاي المؤسسة لا تزال متوترة حتى الآن والأسئلة حولها عم بتصير وكل ما يصير في ثورة مادية في البنية الاجتماعية زي ثورة الإنتمية المعاصرة حاليا وكل استحقاقاتها ومتلازماتها الثقافية يصير في عصف مرة أخرى وتفكير في موضوع الزواج. السؤال الحقيقي الذي ينبغي إنه يكون ساعدنا في هذا المؤلف وهذه التواريات هو تعزيز وتحسين الخيارات باتجاه خيار الاقتراب. البداية بالنسبة لي أنا يمكن برامي أتراح شوي سريع في الانستغرام طلع حكى في البداية العلاقة بالخيار حر من حقنا أن ننسحب من تلك المؤسسة التقليدية اللي اسمها زواج طبيعي ومن حق بعض الناس وهذا من فجر التاريخ كان موجود في ناس هذول فدائيين للمجتمع عشان هاي المؤسسة تنجح بده يعزف عن الزواج عشان يوريك النمط الآخر. كان في دعوات في السبعينات لتيارات الحركات النسوية للإضراب عن الزواج الضراب عن الإنتاج تكاثر زي ما نعمل أنا بدي أضل أنتج لرأس مالي أنا بدي أضل أخلف لك أولاد عشان أنت بدك يحملوا اسمك واللغة باسمك والمهر و و و وتضل. طب سؤالي لك هلا القرار الفردي ممكن يكون كل حدا بيقدر يقرر بإيده هلا في إجماع معين على أو في شكل معين للعلاقات وعم الأخصائيين النفسيين عم بيحكوا عن مشاكل حقيقية عم بيشوفوها. هذا الحكي على مستوى قرار فردي أوكي كل حدا الخيار بإيده بس لما بدنا نوصف المشكلة اجتماعيا لما بدنا نوصف إحنا كمجتمع وين رايح ممكن هون بيبين معانا يمكن هذا الكتاب لسه لقدام عم يحكي عن علاقة المجتمعات ببعض علاقة الإنسان بمجتمعه كامل علاقة الدول كيف أثرت عشان تعمل سيادة وتأسس لمصلحتها كيف عم بتقود الناس بموضوع الأمن بتخوفهم فبالتالي ما بيقبلوا الآخر بالتالي يعني الموضوع ممكن يكون خيار بس لما يصير خيار مشترك أو خيار شائع وبيصير في تفكك أسر موضوع بيقود المجتمع لوين هو يمكن هذا السؤال يطرح. تفضل محمد. بس هو في نقطتين حكى عن المستاذ محمود بدي أكمل على كلام رامي متفق مع رامي بس في شغلتين أولا واحدة من إيجابيات السوشيال ميديا واحدة من إيجابيات إلعاء ثورة المعلوماتية إنه إحنا استطعنا أن يعني في كثير من الأمور اللي إحنا كنا شايفينها من وجهة نظر واحدة سنشوفها من عدة وجهات نظر واحدة منهم المثال هو حتى دار المسنين. إحنا مسلسلات مصرية ربطنا على إنه دار المسنين عبارة عن كابوس دار المسنين مش كابوس دار المسنين العجوز زيها زي حضانة الطفل أنت في عمر معين بتحب تقعد مع ناس زيك يعني آخر شخص عجوز بيحب يقعد مع ناس زيه دار المسنين دار المسنين مش حبس ما حدش مسكر عليك معه تطلع وتروح وتيجي والأهالي بيزوروا أولادهم وأحيانا يطلعوا على أولادهم ويجوا أولادهم يزوروهم الموضوع مش عزلة بحد ذاته يعني مش شيء شيطاني دار المسنين زي ما للأسف المسلسلات المصرية ربط جيل كامل تفضل تقبل يعني أنت إن شاء الله أنا أنا بشكل عام تفضل طبعا هو مجرد تقبل إنه أنت مثلا لو عندك أولاد ووضع سن معين دخلت دار المسنين انا من يعلي ناوي رادع انا من يعلي مقرر في لحظه معينه في حياتي اذا كانت زوجتي مش موجوده همشي اتزوج اذا كانت يوم ما زوجتي مش موجوده في سن معين بدي اشوف رامي لما يكون عمره 70 سنه ما عنده ولا اولاد صغار بدي اشوف ناس من جيلي يعني عارف كيف هاي الفكره هون ما حدش حابسني هنا هي هاي روابط يمكن بضلها اولاده ما راح يخلوا النقطه الثانيه واللي اشارتها هون الاستاذ مركز الموضوع المشاعر والعلاقات الانسانيه خلينا نكبر شوي موضوع المشاعر والعلاقات الانسانيه الشعوب اللي وصلت لمكانة معينة في العالم اليوم وتقدمت علينا كثيرا عندها فيض من المشاعر الإنسانية تجاهنا تجاه الشعوب المسبوقة أكثر من أي حدا ثاني. إحنا بنشوف المساعدات الأهل نموذج إنجلينا جولي وغيره وغيرها الناس يبروح على المقيمات حقوق الحيوان حقوق الإنسان كل هاي مفاهيم متجذرة عند العالم اللي صارت عند ثورة المعلوماتية أكثر ما هي عندنا. إحنا عندنا في ناس بيحلقوا القط الكلب وشوفنا النماذج صارت بالزرقة يعني إذا بنحكي نفسه هذا الحبيب يعني اللي بيستنى على أسوار المدارس
الحوادث الشنيعه اللي سمعناها، تعذيب الحيوانات، تعذيب الكلاب، تعذيب الكلاب، اسفع كلمه. فبالتالي اذا بنحكي خلينا ناخذ مشاعر الانسانيه بمفهوم اعم شوي، في عندك حاله تقدم في الانسانيه، تقدم في التسامح، تقدم في قبول الاخر عند العالم اللي ما عاد يلخص الموضوع بس تحب علاقات رومانسيه. هاي نقطه هون. فبالتالي مش ما وقف عن جلاليه انه واحد يحب وحده وبالعلاقات. وانا برايي كثير من قصص التاريخ اللي احنا بنحكي عنها، عنتر وعبده وقيس وإلى، من وجهه نظري ما بقدر احكي وجهه نظري فيها مبالغه، يعني وصلتنا بطريقه يعني زايد شوي لتصوير حاله معينه. طب محمد قادني لسؤال، موضوع الحب وهو فيه مبالغة وعبلة وعنتر وهذا المكان اللي بنحبه كلنا صراحة، واللي بدي أقارن باللي بحكي الكاتب اللي هو اللي صار الموضوع إشباع رغبة، أوكي مش حب. هلأ بيقول هو العلاقة السليمة بيكون فيها اندماج بين الحب والرغبة، لأنه الرغبة لحالها بحكي بتحرق حالها بحالها، يعني الرغبة آنية، الحب بيسعى للديمومة. هلأ حكى عن الحب وصفه انه الحب يعني انه تقبل الاخر وتهضمه، تمام، وبيكون اكيد فيه في رغبة لإله، بس لما بيكونوا مع بعض هون بتكون العلاقة سوية وبتعمل الامان. طب سؤالي هلأ، مش فعلا احنا بالعلاقات ما بدنا نكون يعني كل حدا يسأل هذا الموضوع يعتبر حاله هو المعني؟ هل احنا بدنا حدا يتقبلنا ويحبنا ونحقق رغبتنا معاه، ولا بدنا حدا بس نحقق رغبتنا وسلام عليكم؟ ما هو هذا المحور بالعلاقات، بدنا ديمومة بالعلاقات، بدنا احتواء. فإذا كل حدا ما بده احتواء، أوكي يلا أحلى أحلى حل وصلنا له، إنه كل حدا مرحبا أهلين سلام عليكم بكرة. فإحنا شو بدنا؟ عشان هيك اللي بصير هون الأزمة بالعلاقات، إحنا شو بدنا من العلاقات؟ مين أبدأ معك بعدين باخدك بعدين نرجع لحمزة؟ تفضل. عندي كم نقطه احاول اكون مختصر، يعني كان نقطتين بس الاجزاء اللي انت فيها. اوكي. هو بدايه اساس الموضوع يمكن ورد الثنتين بشكل عام، الثابت والمتغير. اوكي. وهي خلاف كبير بين الناس، شو الثابت وشو المتغير. اذا اعتبرنا انه الانسان نفسيته والانسان بالحاله النفسيه اللي موجوده فيه شيء متغير، ممكن نتفق زي ما قال الاخ اللي هان بانه بالنهايه بدناش الاسره او مؤسسه الاسره. لكن اذا اعتبرنا انه هذا الانسان ما في داخلي وما أعطي في داخلي، اتفقنا على أعطي أول، في داخلي مش متغير وهذا ما أظنه أنا ثابت، فبالتالي الإنسان مجبول على أنه يجب أن يكون موجود من ضمن مؤسسة خاركي بس بالنقطة الجزئية هاي اللي هي مؤسسة الأسرة. يعني هو باختصار شديد الكلام مفهوم بفطرته يميل إلى وجوده في أسرة، هذه الفطرة السوية استقرار. اللي أنا أعتقد بأنه الإنسان إذا اتفقنا أنه جبل على شيء اللي هي بنسميها بالعربية الجبلة اللي انفطر عليها الإنسان. إذا اختلفنا بأنه هذا الشيء أيضاً من ضمن المتغير، لا هنا الخلاف بيننا على الأصل والأساس. بالنسبة للأخ رامي أعتقد لما تكلم عن التغيرات من المجتمع الزراعي، وهذا صحيح الكلام، هذه وسائل غيرت من حياة الإنسان لكن ما غيرت الإنسان. جسم الإنسان ما زال كما هو الأول، وجسم الإنسان لآخر واحد حيموت ينتهي وانتهت الأرض، هو نفس الجسم بنفس غياته بنفس ما موجود فيه، لكن تغيرت وسائل حياته من صيد طول النهار دلائل هانتنج أو يصيد إلى المجتمع الزراعي، فتطلب نموذج حياة مختلف كلياً. بعدين وصلنا في القرن 16-17-18 إلى الثورة الصناعية، تغير العنوان كله، تغير، أصبح بدل ما بعيش أصلاً في هواء طلق ومحترم صار كله شقق وعمارات سكنية وكذا. حتى في كتاب غير واحد ياباني بيتكلم عن عيشة الإنسان الحديث، 60 متر مربع هو أربع أولاد عايش فيهم طول النهار إلى آخره. هلا هو هان تطورت الحياة، لكن حاجاته هي نفسها ما تطور برأيي. فبالتالي مؤسسة الأسرة شيء ضروري وحيوي موجود لأول إنسان وجد، واللي بضمه هو آدم عليه السلام، لآخر إنسان حيكون موجود. هذا الإنسان بغض النظر عن دينه، قضية مش قضية دين، يعني حتى الأمريكي اللي عايش في أمريكا كندي وات إيفر اللي موجود هناك برضه يتطلع إلى مؤسسة الأسرة. صحيح في ناس شردت من هاي المؤسسة أكثر من العرب نتيجة الأشياء المتاحة مثل مقال الأفناك والخيارات كثير، لكن حتى هذا الإنسان السؤال كبير، هل هو مرتاح بحياته بالطريقة هاي؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، لو تتاح له ظروف طبيعية هل برجع لمؤسسة الأسرة ولا بضل فيها؟ كثير تكلمت عن قضية الفرد كأنه الفرد موجود في الأردن، تكلم عن الأردن وأي بلد عربي، كأنه إحنا موجودين بمعزل عن تأثير المجتمع اللي حوالينا. الأخ كان مصيب جدا لما قال الناس ما بتتجوز ليش معها مصاري. سن الزواج في الأردن مثلاً من سنة وهذا كان تقريباً 25-26، الآن بصل 28-29،
في مصر الآن 38 سنة سن الزواج، لأنه في مصر شعب معدم ما في إشي. فبالتالي اللي أثر مش إنه الإنسان تطور بالنسبة لنظرته إلى الزواج ومؤسسة الزواج. أنا بخالف الأخ اللي هناك الأخرام أعتقد بخالفك في الموضوع هذا. اللي تطور هو الظروف السيئة اللي حاطت بالفرد العربي تحديدا من القهر اللي حواليه، كل أنواع القهر على بداية القهر السياسي، القهر الاقتصادي، لأنه الواحد بيعيش هذا ما كنتش فيه الحياة الاقتصادية في الوضع العربي كله تقريبا. من السبعة بطلع الواحد برجع في آخر النهار ما في حياة تقريبا. ليش؟ لأنه بده يأمن المال اللي مطلوب منه حتى إنه يعيش، بس يأكل ويشرب. تمام. إذا فقدنا مؤسسة الزواج تماما، أنا ما بعرف شو الفرق بين الإنسان وبين مجموعة من القطط، لأنه هي القطة بالنهاية شهرين أظن ميلاد القطة، يعني هي بتدور على قطة. القطة ما له علاقة بمؤسسة الأسرة بالمناسبة. القطة بتحمل شهرين، مدة حمل القطة تقريبا من 4 إلى 6 قطط. القط انتهى دوره، اختفى، يعني بغيب عن المشهد. الآن الأسرة هاي مكونة من الأم ومن أولادها، شهرين كمان أو 3 أعتقد، بعدين كل قطة بروح لحال سبيله وهلوم مجرة. ما في تراكم خبرات عند القطط، احنا عندنا الحمد لله تراكم خبرات. الموضوع الثاني الأخ اللي حكى هان، لا عنتره كان وصل لمرحلة عشق في عبدة، وكان يمثل العشق الفطري كمان، مرة كلمة فطرة هاي اللي موجودة فيه، وأدلة كثير على ذلك. إذا بحب أذكر بحكي عنك يا إذا بحب، يعني من أجمل ما فيه في اللغة العربية اللي هو لقد كرتك ورماح ونواهلهم مني وبيضره يطقطر من دمي. يعني إذا هو السيوف شغالة فوق راسه لما لمعت في بعض اتذكر كيف كان، يعني اتذكر ثغرة حبيبتي اللي هو يعني فموها ووجدت تطبيرة، يعني لأنه لمعتك شوية بهارات، شوية عواطف يا محمد. عواطف كويسة يا سيدي. أنا بحب، أنا بحس، أنا بحس نموذج عنترة ونموذج مستمر. شكرا. الناس بيعرفوا يحبوا هالشغف. هذه النماذج. صحيح، كلنا بحاجة للحب. هذه النماذج. بس أكمل الفكرة لو سمحت. وجدت عند امرؤ القيس قبل يمكن بحدود 200 إشي ميلادي، 200 وشوي 300 ميلادي، وجدت عند امرؤ القيس. وما زالت موجودة هان عند أولاد قد يكونوا أبناء. يعني ممكن واحد من أبنائي أنا يجي يقول لي أنا مثلاً والله حبيت الكذا، حبيت الجيران، حبيت كذا، ويعيش حالة من الهيمان والحب. أنا بسميه الجميل، خاصة إذا كان عنده قلم يعني إبداعي أو قلم يعني يعبر عن مشاعره. عارف كل أولادك، عارف كل أولادك، ما عندي مشكلة. أنا سبقت أولادي، أنا سبقت أولادي. أنا بتمنالهم هاي السعادة. طب سمعنا إحنا على فكرة عنا مش هلا. احنا عنا بتعرف كتابات الرواد، بنسمع من روادنا شو بيكتبوا، فالمره الجايه بنسمع منك. والله انا مره جيت صدفه، ها كنت تتكلموا عن الادب واسمعك وانا بكتب شعر. كاتب يغني؟ لا لا لا، مره جيت كانوا بيتكلموا عن شعر وغزل. لازم معناته نسمع منك. فاللي بدي احكي لنا لاخي العزيز بانه اللي خلى عنتره يحب عبلة شيء حقيقي ملموس، شيء موجود في جوا اسمه مشاعر. هاي المشاعر ليست كهرباء. احنا بنضحك على بعض، بتروح على الدكتور بقول لك تغير في الكهرباء بالماء، انت حر يترجمها زي ما انا معقد. اما هي لا لا، كلامي بشكل عام، لا لا، هي المشاعر شيء موجود حقيقي مثل العقل تماما، اللي احنا قادرين ولا حد قادر يشوفه. واللي خلى عبلة يحبها او امرؤ القيس او مجنون ليلى في ابيات الشعر المجنون اللي قالها واللي هي رائعه، تمام، اللي خلاه يحكي مشاعر حقيقيه وجدت وحاله حقيقيه. مشكلتي انا مع النت ومع هذا اللي يودينا على الجانب الاخير، طولت عليك واعتذر. الجانب الاخير بانه كلها علاقات خياليه بغالبها، ولا شيء اعم، ما بحبش التعميم، معظمها علاقات خياليه وهميه. يعني ممكن تعيش حاله حب على النت لمده 5 سنين وصار كثير، طبعا 10 سنين، وفي الاخير تطلع بتحب في واحد، تطلع مش واحد، تطلع مش واحد. هلا احنا المجتمع عندنا، صحيح المجتمع عندنا ليس مفتوحا، في امريكا ما في مشكله هناك، فيش عيب عندي باختصار شديد. فانت بتحب واحد على النت، انت بتكون شايفها على النت، كل شيء امامك وامامها متاح، بتشوفها بتشوفك. هنا لا، في العالم العربي ما زالت الفتاه في ضوابط عليها، في ضغوطات عليها. فهي اذا حبت تمارس هذا الدور على النت وتحب، انت ما يعني في كله خيال، كله خيال وخيال، ما في شيء حقيقي. بالدليل انه في الاخير بتطلع انت بتحب مين؟ بتحب نسيم البحر، هو اسم معمول باختصار شديد، هذا واقع على الفيسبوك. حبيتها وحبتني والله، وقت بعت لي شعر وبعت لها شعر، وقاعدين هي لنا شهر او سنه او كذا. نسيم، شو اسمها؟ نسيم البحر. مين نسيم البحر؟ هذا عمل، هذا عمل
معلش شوي بسرعة عشان قرب يخلص الوقت. عنده خلل في العقل تبع الإنسان اللي هو الرجل والمرأة طبعا نفس الشيء. فسحب سحب وما زال يسحب هذا المجتمع برأيي إلى الهوى. تمام. ناخذ منك وحمزة بعدين قلنا بعدين حضرتك هون ورامي. نحاول إنه لأنه الوقت قرب يخلص فاللي عنده مداخلة تكون الأخيرة. تفضل. يعني أول شيء اثنان يزاروه ماجد وضده ماهزة. زارت. حلوة عجبتني. اثنان يزاروه ماجد وضده ماهزة. جدهم مزح ومزحهم جد. الزواج والطلاق. أي واحد ممكن يتزوج. مزحة. مزحة وممكن يطلق عشان مزحة. بالضبط. أول شيء إحنا نحكي على العلاقات هو بجوز إحنا دخلنا دايركت على الزواج والعلاقات. طيب ماشي خلينا نحكي بحبها 10 سنوات وتزوجها 10 سنوات وبتطلع ما فيهم مش بعض بعد 20 سنة؟ أوف لا أوف صح؟ بحبها 10 سنوات وتجوزها 10 سنوات وبعد بعدها بيطلقها 20 سنة ما كنت تفهموا بعض. هذا مش هو الحب مش حب يعني إحنا نحكي إنه عشان هو كلام جميل على الحب السائل أنا قرأته كلام كلمة كيف الحياة وكيف العلاقة بس فعليا إحنا يعني طلعنا خط الموضوع الجدار وتجينا عن علاقة بين الرجل والمرأة مع إنه هاي العلاقة الحب مش بين الرجل والمرأة بينك وبين أبوك بينك وبين أمك بينك وبين صديقك بين أي بغض النظر حب الناس. أنا لما أحكي لك يا الله يسامحك خسرت شيء الله يوفقك ما خسرت حب الناس. بس احنا ركزنا على فكره انه انا بدي اتزوج انا ما بديش اتزوج انا هذا العلاقات والطلاق هو الحب مش زواج وعلاقات. طب فرصه اسالكم بما انه الحب عم تحكي مش بس رجل ومراه حب بين الناس. انا بحب رامي عفوا وهو بحبك لا يعني انه شيء في فصل كامل حكى عنه اللي هو احبب جارك كما تحب نفسك فهذا السؤال مثلا لكم هل بقدر احب جاري كما بحب نفسي؟ طبعا انا لما جاي بطلع من الصبح وانا بشوف واحد بتشعرق على صوتيته وباجي بحكي مع شوفه او بتهاوش انا وياه او برجع لجارتي لما بتكون بها مصيبه طب انا ليش بدي انا افرد عضلاتي؟ لا هو حب. انا لما باجي برن على وببعت مسج او بشوف فلان او باجي عشان فلان هي بالنهايه مش انا جاي هنا احكي انا باجي مثلا اشوف اللي بحبه انا بحب رامي كثير بحب اسلوبه كثير بحترمه مع الاحترام اللي كنت بحب اجي اشوفه ولو بحكي معاه عادي ما عندي مشكله. الاسبوع الجاي مش جاي بتجيش؟ لا ما بحكي يا رامي بحكي معاك انا ما بحكي لك يا رامي يا رامي يا رامي احنا العلاقات كيف انه يعني الاخوان كلهم كذبوا نحو الزواج والمراه والرجل وانا بتزوج انا بتزوج انا كذا بغض النظر هو كل هي علاقتي يا انت بتسمع داخلك وتمشي معها وتحب كل الناس يا الا والحب لا يختصر لا مش حقك. طيب دقيقه انت على فكره كل الحكي بدك توضح حالك فيه كله عنك لا بس خلينا نمشي بالترتيب اللي حكيناه بعدين نرجع لك عادي برجع لك لانه في وعدنا حمزه هلا بعدين حضرتك بعدين انت بعدين تفضل. انا مستغرب ليش اختصر الحديث بعدين كل حديث الكتاب اختصر على السوشيال ميديا وعلى الزواج مع انه الكتاب واسع وكبير وبيتناول مواضيع مختلفه زي ما تفضل رامي الكتاب عم بيشخص الكتاب عم بيلقي ضوء الكتاب عم بيطرح درس فقط لا غير وعم بيطرح مواضيع كثيره وعن موضوع السائل اللي تفضل فيه بعد أمس كنت ثلاث نقاط الأساسية اللي تناولها الكتاب وتسكت فيها نسيت الثلاث نقاط اللي كيف تحوي صوت مسائل وصارت العلاقات كلها تكيش تكيش بحيث انك انت هاي المشكلة يعني صار اي شيء منفعة قصير المدى مش شيء بتدور على شيء بعيد المدى صار اول ما تفوت لموضوع الزواج بتفكر كيف تطلع منه يعني عم بيوضح لك صوره ورطه او حقيقه وواقع على هذا اللي عم بيصير الموضوع مش بالسوشيال ميديا الموضوع مش بس عن الزواج كتاب عم بيشرح موضوع مواضيع متعدده مجتمعيه مختلفه وفي اشياء كثير مهمه
ثانك يو. تفضل. بالنسبه للكتاب السبب هو كمان هشاشه الروابط. هي بالاساس هو معتمد انه كل هشاشه بالروابط الانسانيه. بدي اضرب مثال على هشاشه الروابط. زمان كان بتذكر واحد يكون معه دايري او مفكر او كذا، رامي استاذ رامي كذا كذا عيلته كذا سكان كذا، بعدين هيك كنت صغير مثلا دكتور صيدلاني طبيب وات ايفر، هذا على الموبايل فلان كهربش فلان مسرجي فلان كذا بدون اسم، بس اسمه الاولاني بس هو ضاع الموبايل ضاعت كل الروابط كل العلاقه، وهي العلاقه اصلا في عندي مش علاقه صداقه ولا علاقه معرفه ولا تعارف ولا انه ممكن ازعل، ما بعرف طبعا شكله بالكهرب شكله بالفشاش يعني هيك بس. الروابط فعلا هشه، الروابط فعلا هشه ومش عمالنا بنحاول نقويها مع عوانا نزيد فيها هشاشتها، يعني مش عمالنا بنخلط السائل عشان يتماسك ويتجانس، لا عمالنا بنزيده بنزيده هاي اوت بتجمعنا يخلف عليهم. هلا هاي من الافكار اللي بتساعد على التقارب بس احنا قديش مش بعض جلسه زيك ما بتعكس شخص الانسان، لازم تطلع معنا رحلات كمان نعرف عن بعض. هاي بساعد هو الشكل اللي بيكون حالي الان هي بس على الاستاذ حكى الجار هذيك اليوم كنت بالشارع ففي اولاد بتعربشوا على بيت الجيران بلبوا حصره فكسر اجهه الجبهه طاير كسر عليهم طار عليهم يعني صاحب البيت هاي راح يبهدلهم او يحكي لصاحب البيت وكذا فاحذرك وش طلع منه فمعلش اعطوني حبه زلمه كبير وما يعني بيشتري كرم عليك مع الكسر عليهم هيك ودخله هو الوليدية فما اسمع هذا هاتب هذا ساعد يعني شايفين لوين المجتمع وين هو لوين يعني ما عماله بحكي لهم لا عيب ولا غلط ولا بسكت ولا ما بشاركش ولا بغض البصر. انا اول شيء يعني فكرت بضربهم صرت بدافع عنهم هسه وكفت الاشتباك طلع لا بده حرب حسهم يعني كسر بسياره كان ممكن يسوي كارثه عشان بس حرب حسهم تمام. زي ما تقول حكي تفضل تفضل مشهد غريب يعني. يسعد مساك اهلا وسهلا. انا كنت استثمر كثير كثير ممتاز وانا مع الكافي. الان كان لو سالتي شو الحل؟ شو الحل من الكافي والنشائي؟ انا رايي الحل من الفرديه اللي بدهمها او الفرديه او الفطره الموجوده عند الانسان ضلها زي ما هي. ما يتاثر عليها تغيير كثير. لما حكى انه الاطفال لما يتركهم تمام يطلعوا على فطرتهم بدون ما يطلعوا برا تمام؟ مش راح تضلها فطرتهم كل الانسانيه الموجوده بينهم يعني هي افضل شيء ممكن. الان حكينا شو الفرق او شو الفرق بين الان الفرديه الان والفرديه قبل. الان الفرديه الان الموجوده الان صار عند الفرد عنده ترف اكثر. صار في عنده انه ما بده اي التزام، صار يبعد عن الالتزامات. صار همه بالدرجه الاولى لمصلحته هو. الان الروابط بين مجتمعنا، الروابط بين اي شخص ثاني ادور انا وين رغبه في المصلحه وليس الرغبه في الحب، حب الخير لبعض، حب الانسانيه، حب الانسانيه، انا بدور على حب اللي وين مصلحتي، انا اذا حققت مصلحتي او انه تجاوزت الرغبه المصلحه هاي فما في اي حب هون يعني ما في شيء داعي تستمر هاي العلاقه، يعني اي شغله اي غلطه بين الشخص الثاني ممكن تروح على العلاقه. هي صارت سائدة جدا الآن، ما في شيء يعني صار يمسكها. وأيضا بين الأزواج أو بين الحب، الآن الحب صار بالزواج أو الحب، صار الرغبة في الحب، الآن إذا حققت الرغبة في الحب، حققت أنا المصلحة إني أنا أعيش شعور الحب، إذا حققتها فخلص أنا ما في داعي إني أستمر، خلص ما في إنه أتقبل، يعني صار هسه الفرد الآن صعب يتقبل الآخر. وين في الفرق بينهم؟ لهيك في حكى عن عبله وعنتر انا ما اعتقد اذا كانوا بالوقت من هسه فما راح يضلوا مع بعض راح تصير نظرة تتغير لكن اول صح راح يضلوا لانه الفرق كان مختلف عن الفرق من هسه. الفرد هسه بشوف هون مصلحته المصلحه الكبرى له وين؟ ما بتدور على التزام تمام. هو بالمناسبه ما تزوجها بس على الهامش لو تزوجها بوصل الناس كل هالشيء نعم بعدين ارجع لك اوكي ناخذ رامي تفضل رامي ومحمد بصير بعدين اوكي تفضل تاسيس مرات اخرى كان عن موضوع كشمر
الفوكس بيكون دائما فوكس ماني لما تطلع على هذا الباب تاخذ مصروف الجو هو بيكون اصلا شيء ما له علاقه لا مياوماتك ولا له علاقه فوكس ماني تاخذ التصرف بزياده ولا له علاقه بالمكافاه المستحقه او البدلات اللي انت تاخذها لما تطلع تمام الشركه كل شيء الان حتى مفهوم السيوله اختار الكاتب سيوله وسماء الحب السائل كان مطروح في حقول اخرى خط التداولي ثقافه موضوع الهويه وماذا حدث الهويه بعد التوطين حتى برضو من اجل توضيح مسير انا قصدت انه الذهاب للامور الى نهاياتها عم رفض الواقع بشيء يعني مش ناس متجرد رغم انه الحريه تقتضي التجريب حتى لو كان واحد يقول لك لا يا عم بتنطش بالمال بتلاقي الولد الطفل الصغير بجرب حتى لو هو انكوى فيها بس قيمه التجربه ايضا حتى لو كانت ضمن معايير نفس الشخص سواء كان انثى او ذكر انتهت بخطأ خطأ هذا الخطا هو جزء من بناء المعرفه هو جميل المؤسسه الزوجيه بهذا مره اخرى هذا النموذج للمؤسسه الزوجيه اللي هي اداره للعلاقات بين الطرفين بشكل المؤسسة الزوجية هي إدارة لعلاقات الطرفين. في الغرب قالوا يحكوا إنه الآن يعني مثلا بريطانيا Are you in a relationship? عندك في علاقة بطل إنه زواج مش زواج صحبة طيب في علاقة حياتك مش علاقة الآن لأنه شكل هذا العلاقة أنت بتديره بدك تعمله زواج مؤسسة حتى في قبل يعني مجيء الإسلام يعني في البنية الاجتماعية العربية قبل الثورة كان في أشكال من الارتباطات الزواج برضه يسمى زواج غير الأشكال المذمومة لا لا اشكال ايضا اخرى مثلا بقاء اللي اليوم رجعوا لها صار يحكم سيارة مش سيارة مش عارف انه ليش اصلا الوجود تحت سقف واحد يعني ممكن يكون الاقامة الزوجية احنا كنا اصلا في الوقت اللي بنتحدث فيه في المجتمع العربي كان في اشكال اخرى الزواج المهر الذكر الانثى بتقدمه للذكر زي ما كنا نتحدث مثلا في بالهند او في مصر لما كان مساهمة جهاز ومش عارف ايه برضه مجتمع عربي فانا ما قصدت هذه الاشكال المتعدده كانت دائما تبدو كغريبه قبل الثوره كذا ومفهومين انه اشكال بعيده عنا احنا لا هيك عاداتنا وهذول نطلع عليهم بالمواسم لما نروح رحله انه ان شاء الله شايف ماما ما تصير زي هذا ترجع اليوم بعد ثوره الانفوميديا صرت انت قاعد بالبيت انت الان تتصل مع اي حدا في اطراف الكوكب ثواني يعني تعملوا بتصفوا تلتقوا في مكان بتبعثي على منطقة على كردستان تركيا انه التقوا واحد في بولندا اجى ستوب عمره حتى السن الزواج العلاقات او الامور كانت تصير بشكل صار في امكانيه ان تحدث بشكل سريع جدا هون بتيجي اهميه البطء والبحث عن المعنى اللي بدا يحكي فيها الاستاذ انه لحظه لكي نتوقف هذه النزاعات الوجوديه اللي انا الان بفصل هذا رايي الشخصي بعتبرها اصيله في الانسان النوع الانساني وستستمر يعني عمر الانسان مليون سنه حتى من منظور التطور يعني هاي حتى من منظور التطور هي ثبت حتى هاي يعني. الان هذه النزاعات الاصيله الوجوديه اصبحت تصطدم بهذا الشكل الان هاي الراسماليه بشكلها المتوحش الاستهلاكي التي اصبحت قيمه الانسان كلها الربح الربحيه البروفيتابيلتي صارت هي مضمونها الرسم المعاصره الربح المالي فصرت انا احسبها انه الزواج قديش بكلفها من هيك طب ما انا اذا عملت علاقه مع وحده ما يخلص هيك الموضوع الحب موضوع مطروح للعلاقات زي ما حكى الاستاذ هون على مستوى كل العلاقات الانسانيه كل العلاقات الانسانيه انسحب الحب توارث من المشهد حقيقه رغم انه في بدايه الثوره هاي الراسماليه البنيه الاجتماعيه زي ما حكيت لك بطلت عنتر وعبله يشوفوا بعض الحلم والزواج يصير عادي لا صار في امكانيه لعنتر وعبله هلا يعني ينفصلوا عن كل يقطعوا كل العلاقات ويعيشوا حياتهم صار في امكانيه لكن الان لهذا التطور اللي هو طور الافول طور التراجع طور التلاشي قد يكون يمكن الكير عم بنزلت عليه الان هاي الازمه اصلا تلزم كل العلاقات الاجتماعيه جميع اولئك الباحثات والباحثين عن معنى لهذا الوجود بالمفهوم الحكايه الضروري صاروا الان مضطرين يتحالفوا انه تعالوا وين رايحين هل هاي الحياه ذات معنى البحث حتى في المانيا وفي في الغرب عم بيحكوا الان اليسار الاجتماعي كل العالم عم بيحكوا عن البحث عن حياه ذات مغزى ذات معنى لها معنى وين المعنى اللي احنا رايحين فيه؟ فهو سؤال مره اخرى عن المعنى من اجل تحسين هاي الخيارات اما الامكانات لهذه العلاقه اصبحت متعدده وبرجع باكد مره اخرى اللي بيحدد الشكل القادم هو المراه لا تزال ترضى في دورها يعني
في الخطاب اللي بصدر عنا شرطا وبهاية مجتمعاتنا العربية شو المشرق العربي لسه واضح انه في بعض الخطابات رغم كل حداثه لسه راضي هي بدور العصر الفكتوري دون ادراكا منها انه مضى العصر الفكتوري ما راح يرجع. فهل البحث عن الحب بيكون بهذه الطريقه انك تفرض الادوار الجندريه وتعطل حريتك وحريتها وانه ما فيش حل لاداره العلاقات بين الطرفين الا هذا الشكل المؤسسي؟ يعني بتتحمل مسؤوليه وتكون زلمه وتكون انت مره تقليديه يا اما ما بيصيرش الزواج. اذا كان كذلك راح نشوف اللي حكينا نسب الانفصال الطبيعي تحسين الخاص. شكرا. هلا قبل ما اخذ محمد ورامي بس خلوني اعطيكم فكره عن الفصل الاخير لانه افرد له فصل كامل عن علاقه المجتمعات وعلاقه الدوله، يعني كيف الموضوع اثر على مستوى مجتمعات بشكل عاجل. هلا المصلحه عملت مجتمعات قائمه على سياده الدوله، تمام، طلعت إشي اسمه حقوق الانسان. اوكي، كثير بيركز الكاتب على موضوع هذا الموضوع اللي هو حقوق الانسان. من هو الانسان اللي بتقصدوه؟ طيب الإنسان قبل ما لما يصير لاجئ بالنسبة لتعريفهم بصير لا إنسان، يعني ما بيخضع لحقوق الإنسان، هيك على من وجهة نظر الكاتب. فاعتبر إنه طيب هل إحنا بننتصر بهاي الحالة لمفهوم الإنسانية ولا لشو ولا المصلحة فعليا وسيادة الدولة؟ فهو الحب كمان على مستوى دول أكتر حكى عنه بمفهوم الإنسانية، يعني اللي هي القيم والأخلاق، تمام، يعني الحب الإنساني اللي هو بوجهة نظره لازم يشمل اللاجئ ولازم يشمل أي حدا بده ينتقل على مجتمع تاني، لأنه بتصير في فترة انتقالية بين ما يقبلوه كمواطن. هاي الفترة بسميها أنه لا إنسان أو الإنسان المحرم سماه أو المستباح بالضبط اللي ما إله حقوق. طب هو بيعتبر أنه الإنسان إنسان وإله حقوق إنسانية بغض النظر عن الشكل اللي نظمت الدول حالها عليه وخلقت العالم بناء عليه، تمام. فهو شوي بيعترض أنه إله منافع هذا الشكل، بس بنفس الوقت هو عم بيخلي الإنسان أنه أنت لازم تقطع معايير معينة عشان نعترف فيك كإنسان. فهو شو ذنبه؟ فهو بينتصر بهاي الحالة للإنسانية. بس حبيت هيك أعطيكم أحطكم بضوء الموضوع أنه حكى عن علاقة الأفراد ببعضها والمجتمعات كمان على مستوى دول. فناخد محمد. أهلا. يا جماعة مش شايف الحب عبارة عن غلط، يعني التوضيح لازم بطريقة مختلفة. يلي ظلمتوا الحب. أنا لا، القياس رد عليك افتراضي، أنا شايف الحب شي غلط، الحب مش شي غلط. أنا عم بحكي عن عصر قادم، عن زمن قادم، زمن سيتم فيه إعادة تشكيل العلاقات الإنسانية والحب. الفكرة هو مش بالضرورة قصة الحب تكون بالشكل التقليدي، مش بالضرورة قصة الحب تكون بالشكل الكلاسيكي وليس نقي، يعني مش مشكلة كثير إذا كان في تفسير علمي الحب إنه كهرباء في الدماغ مش معناته إنه مسير، يعني المنسف شو هو؟ كربوهيدرات وأحماض أمينية وبروتين، بس بضل شيء سهل، يعني ما تغير هو تحليله بهذا الشكل لا يعني إنه هو خطأ، يعني هي مشاعر نفسية لا لا هي كهرباء، بس بحكي لك هي كهرباء بس مش شيء سيء. وبالاخر اذا كان في تفسير علمي لا يجعلك لا تستمتع به ولا يجعلك لا تشتاق له ولا يجعلك لا ترغب به ولا يجعلك لا تتألم، ما بخلي دون معنى، يعني له معنى بالضبط، موجود هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. فبالتالي الله يوفق كل العشاق ان شاء الله يا رب ويحبوا الى الابد، يعني ما يتجوزوش خلينا نطوي. هاي نقطة. النقطة الثانية موضوع اللي اشارت له اخر نقطة اللي هي الوفاء، انه الإنسان عليه أن يقطع معايير معينة، هو للأسف صح، يعني الآخر نواجه الواقع ونواجه العالم ما هو الآخر الأقوى هيك معاييره الأقوى لا، والعالم نفسه الإنسان نفسه انتقل إلى مرحلة أخرى، ما عاد زي الإنسان القديم. اليوم صار فيه زي ما نحكي أساس علمي ومعرفي صار يسمح لك بأنك تقطع البوابة نحو العالم المتقدم أو تبقى في عالم متأخر. هذا الشيء صار موجود. هل الحل إنه هذا لا يعني بالضرورة أنك تتخلى عن منظومة الأخلاقية، بل على العكس تماما، أنت ممكن تستفيد من التطور في توسيع منظومة الأخلاقية وتعطيها أبعاد إنسانية أكثر. وهذا لا يعني أن لا يعترف فيك كإنسان. الحزب اليميني في ألمانيا، حزب ميركلين استقبل مليونين سوء، يعني أنت تطلع عليه، وهذا حزب اليميني، الحزب اليساري لازم يكون بالعالم متعاطف مع الأقليات وغير غيره، صحيح كان في أسباب اقتصادية في ألمانيا، لكن هذا لا يمنع أن هذا موقف إنساني. هاي هون توسع المفهوم الإنساني صار أكثر استيعابا في اللي حكى. ومع ذلك يعني الجانب الإنساني هون هو اللي يتغلب على الجانب الآخر غير الإنساني أو الجانب زي ما حكي تصلي. وهي مشكلة من مشاكل الزواج، أنت بالأخر قارناها في حالة مثلا وردنا بتدافع عن جارك، أنت لما بتدافع عن جارك بجوز جارك محترف، بجوز جارك بعيد عنك محترف سريعا يا محمد الشارع وشفت اثنين بتطوش رح تتدخل، لأنك بالآخر ما راح تسمح لحدا يجي شخص ثاني.
مش بالضروره انك تتعصب لواحد فقط يكون من الاسره، ولا تكون الاسره هي عباره عن المرجعيه، لا اخوي على ابن عمي ولا ابن الغريب. يعني هذا المنطق هو اللي بيخلي الحال في اوليه والحادث، وبيخلي غياب الحب فعليا. ثانك يو. تفضل رامي. طيب شوية كومنتات على اللايف. رانيا بتقول يعطيكم العافية، المشكلة اليوم احنا تجاوزنا انسان الحداثة الى انسان ما بعد الحداثة، حيث تتميز هذه المرحلة بالفوضى في جميع المنظومات الاخلاقية، جميع المنظومات اخلاقية كانت او اجتماعية او اقتصادية، كما ان مفاهيم اليوم وسيمو اللي ما بنقدر نشوفها. اسيل تشوه معنى الحب، تشوه معنى الحب واصبح سائلا، يهرب من علاقة راسخة تخيفه، سيتغير مفهوم الأسرة، لن تبقى على حالها. بتجربتنا ب Out and About واللي هي تجربة صلها 8 سنين، راقبنا فيها تكون المجتمع وبالإنجليزي Society و Communities، يعني كيف Society بيصير وكيف Communities بتصير. بلشت أنا أقول أنا وقعد انه الانسان طواق للاستقرار، يعني هو بالنتيجة شرقا او غربا رايح للاستقرار، بغض النظر باول شيء بيشوف بدائله، بغض النظر عن التقاليد اللي هو عايشها، بالاخر بده يوصل لمفهوم الاستقرار، انا اريد ان استقر. وكلمة استقرار هاي لا تعني بالضرورة بس زواج، لانه كمان لاحظناها بأوتنبوت، هلا افسر لكم كيف بالمجتمعات الغربية من هم وصغار عمرهم 12-13 سنة ببلشوا إشي اسمه علاقات، أوكي؟ وبالتالي التدرب على مفهوم إدارة علاقة لحديت ما يوصلوا لسن أنه أنا هلأ جاهز بدي أتجوز وأكون أسرة. على فكرة قدروا بالغرب، وأنا عشت عشت بإنجلترا وعشت بسلوفينيا وعشت بأبروس، سن الزواج عندهم أقل من عنا، يعني هم بيتزوجوا بأعمار كتير صغيرة. واحدة من الأسباب اللي أنا بشوفها إنه قدروا يشوفوا شو معنات علاقة، وبالتالي قرر لا this is the one وتجوز. لا يعني إنه هذا رح يستمر بالزواج، لا، في زي ما عندنا موجود نسب طلاق وانفصال كبيرة برضو بالغرب موجودة، بس بالآخر يطوق الإنسان وين ما كان جغرافيا للاستقرار. بأوت أند أباوت بنيجي على المجموعة أفرادا أفرادا، وإحنا منفتحين جدا على تقبل جميع الأشخاص، ولسه عم نتعرف عليهم شوي شوي. احنا وبأوتنبوت بنبلش نتعرف على بعض اكتر، اوكي، ونتقرب من بعض الاشخاص اللي بنحس انه في تقارب فكري بيننا وبينهم، او بغض النظر عن الاسباب، لحديت ما تتكون مجموعة من 7-8 اشخاص كتير مرتاحين لبعض. شو بنلاحظ هدول المجموعة شو بتعمل؟ استقروا على بعض وحبوا هاي، ومش حابين تصير بلبلة انه ينزاد على انه بتختلف ديناميكية المجموعة، في شيء اسمه group dynamics، فبقوموا بيبعدوا شوي وبدون ما يحسوا بقوموا برفضوا الاخر الجديد اللي جاي، فبيكونوا معنا community صغيرة، او بالمعنى العماني اذا بدكم شلة، اوكي. بس الشلة هاي رغم انه في جزئية منها بتقول عدم تقبل للجديد، بس منها جزئية تانية بتقول أنا أطوق للاستقرار وما بدي تغييرات جديدة تمر علي، أوكي؟ فبالتالي إحنا طواقين بكل علاقاتنا إنه نستقر ونعرف أكثر، وعملية البحث هي بحث لحديت ما أوصل لمفهوم إني أنا مبسوط جوا هذا الجو وأستقر عليه. وبالتالي الحب السائل من وجهة نظري هو تطلع على المرحلة الأولى، بس ما تطلع على المرحلة الثانية إنه ليه هو سائل الموضوع. البدائل كتير مفتوحة والتكنولوجيا فتحت المعرفة كتير، بس بالآخر رح أوصل لما بعد السائل، رح أوصل بدي حالة الجمود، أنا بدي أوصلها بالنتيجة. وكل اللي عم نعمله إذا بنطلع على حالنا شو بنسوي، إحنا بنحب السائل عشان يبين لنا البدائل كلياتها، عشان بالاخر نروح للحل الكونكريت، بنسميه كونكريت سولوشن بنلاقي. فالكتاب اطلع على المرحله الاولى، بس ما اطلع ليه احنا عم بنسوي هيك، مع انه احنا من بدايه البشريه واحنا بنسوي هذا الحكي، بس الوسائل ما كانت تساعدنا زي ما بتساعدنا اليوم انه نطلع على بدائل كثيره. وشكرا. بدي قبل يعني ختاما النقطة اللي حكيتها رامي، يمكن الكاتب وصف المشكلة بس ما زي ما قلت لكم ما حكى كتير عن الحل، وكان هذا أحد الانتقادات اللي وجهت له.
انه طيب المشكله موجوده والسائله موجوده، طب مش ايش بده يصير بعد؟ يمكن انت كمان رامي حكيت على هذا الموضوع، انه في ناس بلشوا يبحثوا عن المعنى، فالحاله السائله هاي بتورينا النقيض تاعها اللي هو الاستقرار. طيب هل ما فيش قدامي حل انه الا قديم؟ طب ما بقدر اوائم، او يعني انه اختار بمعنى اصح، اختار من اللي بناسبني من عاداتي اذا بتخدمني، وبين الجديد اوائمه بطريقه تريحني واتقبل بناء عليها الاخر. الكتاب انا حسيته بالختام هو بيحب ينتصر للانسانيه، للقيم الانسانيه، يعني باختصار تقبل الانسان كما هو، محبته، قيمكم، يعني قيمكم قيمنا قيمنا قيم اوت اوت يا ربي قيمنا. اوكي، ف يعني شكرا لحضوركم، وكنتوا جزء من تحريك النقاش وجزء لفتح تساؤلات. بالنهايه صحيح انه هو طرح الموضوع فرد مجتمع بعدين توجه فيه للعالم، احنا اذا بدنا نشوف حل معين فاحنا بنبلش، اذا ما قدرنا نغير العالم نقدر، وما قدرنا نغير المجتمع نقدر نبلش احنا بالحب. يعطيك العافيه. اوكي، نيجي ل مرحله نشره الاخبار القصيره لا اوت اند اباوت. احنا اليوم السبت، بكره ما فيش رياضه. بكره ما في رياضه لانه بكره نهائي كاس العالم، فخايفين ياثر على الموضوع ويكون الناس مش فاضيه تيجي. يوم الثلاثاء رح نكون مع دائرة المحادثة الإنجليزي من الساعة 6:30 للساعة 7:30 بمركز كيمستي بأم أذينة. يوم الخميس رح نكون مع دائرة تدريب مهارات الحياة من الساعة 6:30 للساعة 7:30 بمركز كيمستي برضو. ضل إشي تاني يوم السبت الجاي، إيش في عنا بنادي الكتاب؟ غسان كنفاني. السبت الجاي رح نكون مع عائد إلى حيفا غسان كنفاني، موجود الكتاب هون بالأزبكية، فاللي حابب ياخده معه هو وطالع رح يكون الميسر عرفات. في اي برامج تانية؟ اي يوم؟ 7-8 باول 8 تقريبا، باول اسبوع من شهر 8. دائرة التوعية هي دائرة جلسة شهرية بتكون. الشهر الجاي باول 8 رح تكون عن العلاج الطبيعي، والحقيقه الميسر هو كان ريكومندد من الازبكيه وتعرفنا عليه وعنده خبره بهذا المجال وحابب يعطينا من خبرته ومن شغفه بهذا الموضوع. حنكون يوم الاثنين على ما اظن 7-8 بس تاكدوا، من الساعه 6:30 للساعه 8 بمركز كيمستي للاعمال. كل برامجنا موجوده على صفحتنا باوت اند اباوت جو على قسم الفعاليات، موجودين على meetup.com وموجودين على eventbrite.com. شكرا كثير لكم ونراكم بالفعاليه. كل عافيه. كل عافيه. ليش هاي بضل يحكي لكم؟